متابعين الاعزاء السلام عليكم، حياكم الله معنا من جديد. احنا اليوم عندنا سياره مميزه من شركه ميني كوبر البريطانيه لميني كوبر كانتريمان 2020. خلونا نتعرف عليها مع بعض. شركه ميني كوبر شركه بريطانيه بالتاكيد مخصصه لصناعه السيارات. بدت في عام 1969 في تصنيع السيارات كسياره تصميمها صغير وعائلية واقتصادية في استهلاك الوقود بسبب أزمة البترول في العام الستينات الموجودة. بعد كذا دخلت في مجال سيارات الراليات والسباقات الأوروبية وحصلت على الكثير من الجوائز في سباق الراليات بفضل وزنها الخفيف، حجمها الصغير وأيضا نظام الدفع الأمامي الموجود فيها. السيارة الموجودة عندنا اليوم اللي هي ميني كوبر كانتريمان تعتبر أكبر سيارة موجودة في خط إنتاج شركة ميني كوبر. السيارة تتميز بأنها نظام دفع رباعي مستمر، حجمها يعتبر نوعا ما كبير مقارنة بسيارات ميني كوبر الأخرى. عندنا السيارة من الأمام زي ما شايفين التصميم الخاص فيها، الواجهة الأمامية الشمعات بإضاءة LED دائرية، الإضاءة حقتها الموجودة تعطي مجال رؤية لحد 300 متر في الأمام لإيش تعطي تنبيه للسائق اللي جاي من جهة مقابلة إن في سيارة جاية. طبعا زي ما شايفين عندنا زيج بوليكروم جميل جدا على الاسطبات. جاي عندنا الشبك الامامي الخاص بالسياره نظام خلايا عليه زيج من الكروم وعلامه حرف اس الخاصه بالسياره، خطين للتصميم القياده او يعطي طابع رياضي للسباقات موجود فيها. الصدام جاي من السياره نفسها وعليه طبعا في الاسفل الشبك الخاص بالسياره حق التبريد وايضا مشتت الهواء السفلي. الخلوص الخاص بالسياره يعتبر نوعا ما مرتفع لاعطاء مجال افضل لقيادتها اثناء الطرق الوعره طبعا الخفيفه الخاصه فيها. عندنا ايضا في الامام الشمعات الخاصه بالضباب. تصميم السياره في الواجهه الاماميه بالتاكيد يشابه سيارات ميني كوبر الاخرى، لكن زي ما احنا شايفين هنا بنوع نوع ما اكثر جماليه وحضور في الطريق. تستمر الخطوط التصميميه حتى في جانب السياره بتصميم جميل وعصري في نفس الوقت. زي ما احنا شايفين معانا خطوط الجانبيه الخاصه بالسياره متوازيه من الاعلى والاسفل. عندنا علامه حرف اس بشكل بارز جدا هنا. اول فور ويل درايف الخاص بنظام دفع رباعي الخاص بالسياره. عندنا زيج من الكروم موجود عندنا هنا وايضا النوافذ الخاصه بالسياره تصميم معينات او رباعي مهندسي لاعطاء مزيد من الرؤيه والوضوح وايضا النظره الكلاسيكيه الخاصه بالسياره. في الاعلى عندنا سله الخاصه بتحميل الاغراض وغيرها. جنوط السياره من الالمنيوم مقاس 18 معطيه لمسه رياضيه للسياره واثناء قيادتها معطيه مزيد من الثبات. تستمر الخطوط التصميميه حتى في الواجهه الخلفيه الخاصه بالسياره تصميم ميني كوبر المعتاد اللي تعودنا عليه. الشمعات جايه بإضاءة LED عليها زيج من الكروم موديل 21 نزل عليه فيس ليفت. الشمعات اصبحت عليها بسمه شكل علم بريطانيا. في الاعلى عندنا مشتت الهواء العلوي وعليه الاضاءه الخاصه بالبريك. في الاسفل زيج من الكروم عندنا علامه ميني كوبر واضحه جدا. الكاميرا الخلفيه الخاصه بنظام التوقف. عندنا اسم السياره اللي هو كانتريمان واضحه جدا في الاسفل. كوبر اس فئه السياره. الصدام جايب لون السياره نفسها وعليه الحساسات الخاصه بنظام التوقف. في الاسفل عندنا مشتت الهواء السفلي وفتحتين من العادم من الكروم لاعطاء السياره مزيد من النظره الرياضيه وصوت العادم اثناء قياده السياره بفضل التيربو معطيه طرب جميل جدا. تصميم السياره الخلفي وتصميم السياره بشكل عام بالتاكيد من اول نظره راح تعرف انها سياره ميني كوبر بتصميمها الانيق والشبابي والعصري والجاذب للانتباه. ميني كوبر اس كانتريمان بالتاكيد سياره مميزه من شركه ميني كوبر، وكما تعودناها التصميمات الداخليه الخاصه بشركه ميني مميزه وتعطيك طابع بايش بالتميز اثناء ركوب فيها. لوحة القيادة، لوحة العدادات الخاصة فيها تصميم جميل جدا مثل وضعية الطيارة داخلين على بعض، فيها المعلومات اللي تفيد الراكب اثناء قيادة السيارة، وفي المنتصف عندنا كمبيوتر حداد صغير. عدة القيادة الخاصة بالسيارة بالتأكيد من الجلود مطرزة، تصميم جميل جدا، نظام التحكم بالكروز كنترول أو مثبت السرعة. عندنا هنا أزرار التحكم بلوتوث وأيضا نظام الصوتي وغيره. عندنا ذراعين التحكم بتبديلات الجير موجودة عندنا هنا لإعطاء إيش أثناء القيادة الرياضية. عندنا هنا شاشة المعلومات الخاصة بالسيارة فيها نظام الجي بي إس، نظام الصوتي وغيره وأيضا تدعم أبل كار بلاي. التحكم فيها عن طريق الأزرار موجودة عندنا هنا. في الأسفل أيضا عندنا الأزرار الخاصة بالتحكم بنظام التكييف مستقل بين السائق والراكب وأيضا الأزرار الخاصة فيه. في الأسفل عندنا هنا الأزرار الخاصة بالسيارة تصميمها جميل جدا كأنك راكب طيارة. تشغيل وإطفاء السيارة اللي هو نظام أوتو ستارت أند ستوب هنا يطفي وشغل السيارة. عندنا هنا إغلاق مانع انزلاق، هنا وضعيات القيادة الخاصة فيها. في الأسفل عندنا فتحتين الأكواب، مبدل السرعات، الجير الأوتوماتيكي من 8 سبع أمامية يتحول إلى جير مانوال عن طريق لفة من هنا.
طبعا كله تصميم بي ام دبليو. عندنا هنا التحكم بشاشه الملاحه، شاشه المعلومات عن طريق الازرار موجوده عندنا هنا اثناء قياده السياره، بدل ما تتحكم فيها باليد او عن طريق اللمس الشاشه الموجوده هنا. السياره طب لون الخاص فيها من جلود وبطنه بالاسفنج، تصميمها جدا جميل وتحس صراحه بالجوده والاتقان في التصنيع. والفتحه التكييف زي ما احنا شايفين تصميمها جميل جدا وعليها زيج من الكروم، وهذا الشيء طبعا ماشي مع الابواب مع لمسه البلاك بيانو الموجوده هنا. المقاعد جلديه بتصميم رياضي ملمومه، تعطي او تلم الراكب اثناء قياده السياره وايضا السائق من الجلد المطرز. كنت اتمنى صراحه وجود تخريم في المقاعد خاصه في الاجواء الحاره اللي عندنا هنا. تصميم السياره من الداخل بصراحه لمسه جميله جدا من شركه ميني كوبر، ويعطيك احساس بالخصوصيه وغيرها. في الاعلى عندنا الازرار الخاصه بالتحكم بفتحة السقف، وأيضا الإضاءة الداخلية الخاصة بالسيارة أثناء قيادتها بالليل تعطيك ألوان حسب المزاج أو المود اللي أنت تبغاه. المساحة المخصصة للركوب بالخلف تعتبر جيدة وسهلة الوصول إليها، رغم أن الأبواب نوعا ما صغيرة لكن تركب فيها بكل سهولة. هذا وضعية القيادة الخاصة فيني، أنا أحب أرجع المقعد حقي شوية وراء. المساحة اللي عندي يعني ما أقول أنها هي واسعة لكني مرتاح، ما مش متضايق أثناء ركوب السيارة. مساحة المقاعد ممكن تكفي لها شخصين بالغين، ممكن طفل صغير في المنتصف بكل سهولة. عندنا في السيارة من داخل فتحتين خاصة بالتكييف للركاب بالخلف، وأيضا فتحتين USB Type C من ميني كوبر وقامت تعتمدها بعض الشركات الجديدة، لأن أغلب الأجهزة الجديدة صارت تدعم Type C. في الأعلى عندنا فتحة سقف بانوراما على طول السقف الأعلى، بالإمكان فتح السقف وتسكيرها بكل سهولة للركاب بالخلف من هنا. المساحة بشكل عام تعتبر جيدة ومريحة أثناء ركوب السيارة. الوصول إلى صندوق الحقائب سهل جدا، سواء عن طريق رجلك من الأسفل أو عن طريق الريموت الموجود معك أو عن طريق ضغطة زر من هنا. المساحة المخصصة للامتعة تعتبر ممتازة جدا وجيدة لسيارة بنفس الفئة هذه، بالتأكيد بالإمكان زيادتها عن طريق إنزال مقاعد في الصف الأمامي الصف الثاني. في حركة جميلة ربما أو يمكن أول مرة أشوفها بسيارة، اللي هي في عندنا هنا سنادة تحطها هنا تقدر تجلس عليها في أثناء طلعتك أو غيرها وأنت مرتاح، فيها سفنج تتحمل الوزن هنا، بإمكان طبعا بالتأكيد إرجاعها بكل سهولة. وعندنا طبعا زي ما شايفين بالأسفل مساحة تخزين أيضا حق الأغراض وغيرها، بالإمكان طبعا إغلاق الشنطة بكل سهولة يدويا. السيارة ميني كوبر كانتريمان تتوفر بالسوق السعودي بثلاث خيارات من المحركات. المحرك الاول ثلاث اسطوانات سعه 1.5 لتر يولد قوه 135 حصان، المحرك هذا حاليا غير متوفر بالسوق السعودي. المحرك الثاني اللي موجود عندنا حاليا محرك من 2.0 لتر بقوه 178 حصان. المحرك هذا مصنف استهلاك الوقود الخاص فيه 15.8 كيلومتر لكل 1 لتر. والمحرك الاخير اللي هو فئه الرياضيه جون كوبر وورك او جي سي دبليو، المحرك يولد قوة 306 حصان. تخيل سيارة بالحجم هذا بقوة 306 حصان. السيارة كل المحركات الموجودة فيها مربوطة مبدل سرعات من 8 سبابة امامية. طبعا السيارة تعتبر سيارة المحركات الموجودة فيها بمزايا بي ام دبليو المالكة لشركة ميني كوبر. السيارة جربناها امس واليوم، اداء السيارة جدا ممتاز، جابة المحرك رائعة جدا اثناء قيادتها، تبديلات الجير سلسة جدا وناعمة، فعلا تعطيك احساس انك قاعد تسوق سياره باداء رياضي. جرب مسار السياره الان بوضعيه رياضيه. ميني كوبر اس كانتريمان موديل 2020. السيارة بالتأكيد مميزة من التصميم الخارجي الخاص فيها، وعند ركوب إلى السيارة تستقبلك لوحة العدادات وشاشة المعلومات وأيضا أزرار تشغيل السيارة والتحكم فيها كأنك راكب طيارة حربية في تصميمها الداخلي. مزيج من الكروم، أزرار عن طريق سويتشات أو تقدر ترفعها وتنزلها، زر تشغيل السيارة من هنا، عجلة القيادة حقتها تصميمها أيضا متماسك وجميل جدا، يعطيك إيحاء كأنك فعلا راكب طيارة حربية، وأيضا قبلون السيارة مدمج مع العدادات الخاصة فيه. المقاعد حقت السيارة من الداخل تعتبر في نظري صغيرة نوعا ما للأشخاص المتوسطين والكبار الجسم، وهذا متوقع لسيارة بنفس الحجم هذا، تعتبر من فئة سيارات سب كومباكت كروس أوفر. طبعا ميني كوبر تعتبر من أول الشركات اللي دخلت المجال او الفئه هذه
من ناحية أن السيارة هذه كانت موجودة عندهم من عدة سنوات، وكان الفئة هذه اللي هي سب كومباكت كروس أوفر لسه ما انتشرت بشكل كبير جدا. أيضا تحس بتماسك المواد الخام الموجودة داخل السيارة من ناحية طبلون السيارة، الأزرار، غيرها، تحس فعلا كأنها كتلة واحدة داخل السيارة متماسكة، وتحس فعلا بالجودة الأوروبية اللي هي الجودة البريطانية مدموجة مع الجودة الألمانية من شركة BMW. جربنا السيارة خلال اليومين اللي فاتوا داخل المدينة وخارجها على عدة سرعات. العزل الخارجي الخاص بالسيارة، احنا حاليا قاعدين نمشي درجة الحرارة برا حوالي 28، لكن سرعة الرياح 51 كيلو متر في الساعة. ممكن في الفيديو يبين لك كيف الشجر قاعد يتحرك بقوة، كأني معزول داخل السيارة عن العالم الخارجي باستثناء طبعا صوت الهواء، لكن بخلاف ذلك السيارة فعلا مكتومة من الداخل ومرتاحة، تقدر تسوي محادثة بينك وبين شخص داخل السيارة من غير ما ترفع صوتك ولا شيء. العزل الأرضي الخاص بالسيارة يعتبر جيد بسبب طبعا الجنوط مقاس 18 موجودة بالسيارة، وأيضا التعليق الرياضي الخاص فيها اللي خلى مطب السيارة نوعا ما قاسي شوية. السيارة تتمتع بنفس رياضي واضح جدا أثناء قيادتها، سواء عن طريق استجابة المحرك الخاص فيها وبالتبديلات الجير، وأيضا تماسك السيارة الواضح جدا أثناء أخذ اللفات وغيرها، تحس فعلا أن السيارة كأنها كتلة واحدة. المحرك استجابة جدا جميلة، عجلة القيادة أقل حركة تجاوب معك السيارة وتعطيك الإيش المعلومات اللي تحتاجها أنت عن الطريق اللي قاعد تمشي فيه بكل سهولة، وهذا الشيء مميز جدا وما نحصله إلا في غالبا السيارات الرياضية وخاصة الأوروبية منها، وهذا شيء يحسب السيارة بالتأكيد. أيضا يتوفر إصدار اللي هو إصدار GCW أو جون كوبر وورك بمحرك 300 حصان، أعتقد أن المحرك أو السيارة راح يكون أداها جدا رائع بالمحرك الآخر. السيارة توفر في الأسواق الشرق الأوسط بثلاث خيارات محركات. المحرك الأول 1.5 لتر بقوة 135 حصان، هذا غير متوفر حاليا في السوق السعودي. السيارات المتوفرة لدى الوكيل الناغي للسيارات، محرك الموجود عندنا حاليا 2.0 لتر بشاحن تيربو يولد قوة 178 حصان. سعر السيارة 182 ألف ريال، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة الإصدار الموجود عندنا هنا حاليا، واللي تميز طبعا بوجود كاميرا خلفية، محسسات خلفية، مانع انزلاق، مانع انغلاق، مبدل سرعة من 8 سبب أمامية، الخطوط الخاصة بالتصميم الرياضي للسيارة نفسها، فتحة سقف بانوراما، شاشة ملاحة، أبل كاربلاي واندرويد أوتو، التخشيبات الداخلية، مقاعد من الجلد، والعديد من الميزات الموجودة في السيارة هذه. الإصدار الآخر اللي هو فئة اللي GCW، الإصدار هذا يعتبر فئة رياضية، محرك 300 حصان زي ما قلت 2.0 لتر. المحرك هذا متوفر بقيمة 233 ألف ريال، يضاف إليها ضريبة قيمة المضافة. طبعا الموجود في الإصدار GCW مثل إطارات مقاس 19 هذه اللي عندنا اللي هي فئة الإس مقاس 18، وغيرها من الأشياء الأخرى لتعطيها أداء رياضي أكثر. انطباع النهائي عن ميني كوبر إس كانتريمان، السيارة بالتأكيد تتميز بتصميمها الفريد من نوعه والمميز، واللي تعرف أنها سيارة ميني كوبر مباشرة من أول نظرة، تجذب انتباه بشكل واضح جدا ولها حضور في الطريق، وهذا اللي لاحظته أثناء قيادة السيارة خلال اليومين اللي فاتوا. أيضا تتميز السيارة بالخامات الداخلية ذات الجودة العالية، وأيضا تماسك السيارة من الداخل وهذا واضح جدا. عجب جدا بعزم السيارة وأدائها الرياضي أثناء قيادتها، خاصة في الوضعية الرياضية الخاصة فيها. أداء المحرك جدا ناعم وسلس، وأيضا تبديلات الجير وقوة تحصلها بكل سهولة أثناء طلبها. الجير البرمجة حقتها برمجة BMW سريع جدا في الاستجابة. أيضا أعجبت بتصميم الداخلي الخاص بالسيارة بوضعية القيادة الخاصة فيها، وأيضا المساحة المخصصة للأمتعة في الخلف. أما بالنسبة للملاحظات خلال اليوم اللي فاتوا، صعب جدا الحكم على الملاحظات الموجودة بالسيارة. ممكن من أبرزها نظام التكييف حق السيارة يعطيك تبريد فعلا قوي بعد ما تحطه على 3 درجات وأعلى. الأجواء أمس كانت حوالي درجة الحرارة 38، التبريد فعلا بعد النص كان تبريد ممتاز جدا، لكن صوت المروحة شوية عالي. بخلاف ذلك السيارة بالتأكيد منافسة، فئة مميزة، إصدار أو تصميم فريد من نوعه للأشخاص اللي يرغبون بالتميز، وإيش سيارة لها حضورها وتميزها أثناء قيادتها في الطريق، وبالتأكيد تعطيهم هذا الإحساس.
ختاما اتمنى تكون التجربه هذه عجبتكم، واتمنى عدم التردد في طرح اي اقتراحات او اراء تساهم في تطوير قناتنا، وبالتاكيد اي استفسارات ترغبون في الاجابه عليها، واذا ترغبون بسياره نجربها لكم اعطونا خبر وان شاء الله نحاول جاهدين نوفرها لكم. معكم اخوكم صالح الحبيب مدمن قناتكم كارز اند مور سيارات واكثر، تحياتي لكم.